هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكويت. نبارك لبورصة الكويت انضمامها لمؤشر MSCI الاستحقاق الأهم والسيولة الأكبر التي من المتوقع أن تدخل البورصة وقيمتها 2.8 مليار دولار. طبعا هذه السيولة سوف توجه إلى أسهم بعينها. بورصة الكويت احتفلت وأقامت حفل كبير بهذه المناسبة وشارك فيه من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والمقاصة احتفال بهذه المناسبة ليكون تاريخ 26 يونيو 2019 تاريخا هاما في مسار البورصة الكويتية. إدراج بورصة الكويت في مؤشر MSCI استحقاق هام يأتي بعد سنوات من إعادة هيكلة للبورصة وتطوير نظم العمل بها وتقسيمها إلى ثلاث بورصات. ومن المؤكد أن البورصة شهدت خلال الفترة الأخيرة العديد من الإيجابيات حتى قبل قرار إدراجها في المؤشر الهام. فحجم السيولة ارتفع لمستويات لم نشهدها منذ سنوات، حيث بلغ حجم التداول خلال الخمس أشهر الأولى من العام 10.5 مليار دولار. كما ارتفعت أسعار بعض الأسهم الممتازة مثل الوطني الذي تجاوز الدينار في بعض الجلسات، وبيتك الذي عدى 700 فلس، والأهلي المتحد وزين وأجيلتي والصناعات وغيرها. لا شك أن هذه الترقية تضاف إلى الترقيات الأخرى، مثل ما تعرفين تم ترقيتنا على مؤشر فوتس راسل في 2017، بعدين الداو جونز في 2018، وحاليا إن شاء الله على مؤشر MSCI. المبالغ المتوقع دخولها أو اللي دخلت يعني على المؤشرات الثلاثة تقريبا تناهز 5 مليار دولار أمريكي. طبعا لا يخفى عليكم ان صدرت الموافقه امس على ترقيه دوله الكويت، صدورها كان مشروط بتحقيق اداتين او بتوفير اداتين، وهما الحسابات المجمعه وكذلك التقابل حسابات تداول حسابات الاستثمار السيمنن كروسنج. طبعا لا يمكن يخفى عليكم ان هذه المتطلبات تم العلم بها اواخر شهر مايو الماضي، وبالتحديد تاريخ 28 مايو، وتم التواصل بهذا الشأن مع الاخوان في شركه بورصه الكويت والشركه الكويتيه المقاصه، والعمل من ذلك التاريخ على توفير خطه زمنيه محكمه نوفر من خلالها هاتين الاداتين. يعني وأحب أوضح هني أن هاتين الأداتين لم تكن من متطلبات الترقية كما جاء في ورقة الاستشارة أو الكونسلتيشن بيبر التي أصدرتها MSCI في وقت سابق، ولكن نتعهد ولله الحمد وأصدرنا تعهد مكتوب لجميع المستثمرين الأجانب بتوفير هاتين الأداتين قبل نهاية شهر نوفمبر. وتعد السيولة القادمة من مؤشر MSCI 3 أضعاف السيولة التي حملها الإدراج في مؤشر فوتسي، مما يعطي سببا كبيرا للتفاؤل لدى المستثمرين. وينتظر أن يتم الإعلان النهائي في شهر ديسمبر القادم والإفصاح عن الشركات التي ستنضم للمؤشر التي من المتوقع أن تضم أسهم السوق الأول. وطبقا لبيان MSCI فإن 2.8 مليار دولار ستدخل في شريحة واحدة في شهر مايو من العام القادم. اليوم قدرنا أن ننضم إلى جميع المؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية الموجودة بالعالم، وهذه وضعت بورصة الكويت على أنها تكون منصة جاذبة لرؤوس الأموال. اليوم الحمد لله قاعد نشوف أن هناك تنوع في المستثمرين الموجودين، وهذا يعني يعطينا نقطة انطلاقة لما هو قادم إن شاء الله من طرح منتجات وخدمات وأمور وتسهيلات أخرى. ماذا نتوقع خلال المرحلة القادمة، خاصة كنا نتحدث أن البيان الذي صدر عن MSCI كان هناك بعض الطلبات التي يجب أن تنفذ في شهر نوفمبر حتى يتم إصدار القرار النهائي في شهر ديسمبر ومعه الشركات المدرجة؟
اي هو الطلبات كانت امانه مستحقه، يعني العملاء الاجانب والمتداولين الاجانب عاده يطلبون ما هو افضل. موضوع الحسابات المجمعه هذا امر ان شاء الله احنا قادرين مع الاخوان في هيئه اسواق المال والشركه الكويتيه المقاصة ان نقوم بعمله. فيما يخص موضوع التطابق او الكروسنج هذا امر سهل الحمد لله، احنا قمنا اوريدي بعمل التعديلات التقنيه لذلك وهو موجود حاليا عندنا ويخضع للاختبارات الداخليه. هي مجرد تعديلات ببعض الإجراءات وإن شاء الله سنكون جاهزين بإذن الله تعالى. يعني هايتك البورصة مؤهلة أنها تستطيع أن توفر هذه الطلبات النينو والأومني باس اللي في شهر سبتمبر نوفمبر القادم إن شاء الله وبالتأكيد. نتكلم عن بعد ذلك، نحن تحدثنا عن الأموال التي من المفترض أن تدخل البورصة وكان الحديث عن نحو 2.8 مليار دولار وهي في الأموال الباسيف يعني، ولكن على شريحة واحدة حضرتك ذكرت كان هناك أنها شريحتين ولكن الآن حضرتك أكدت لي أنها ستكون شريحة واحدة. إيه نعم، هو الإعلان اللي صدر أمس من مؤسسة مورغان ستانلي قال أنه راح تكون شريحة واحدة في عام 2020، ولكن هذه خلينا نقول قراءة أولية اللي ضموا فيها 9 أسهم بالإضافة إلى البرسنتج. متوقع في ديسمبر مع إن شاء الله الإعلان النهائي راح يكون الأوزان محددة وتكون الأسهم محددة وكذلك طريقة الدخول راح تكون محددة بشريحة أو شريحتين. وهل وزن الكويت نص درجة في المئة؟ اي نعم، هذا اللي اعلنوه بشكل رسمي انه نصف في المئه. طيب نتكلم ايضا عن السوق البريمير سوق الاول وعن الشركات المدرجه في هذا السوق والتي كانت دائما تحظى بالسيوله ونشهد انها ربما ستكون هي ايضا الاوفر حظا في مؤشر MSCI. هل هناك طريقه لتوسيع هذه الدائره وانضمام شركات اخرى من السوق الاول؟ بالطبع السوق الرئيسي هو يعني خلينا نقول محط اهتمامنا في المرحله القادمه. قاعد نشتغل مع الأخوان في هيئة أسواق المال على طرح المارجن وهذا يساهم في زيادة السيولة. كذلك احنا يعني عاكفين ان ناخذ قدر المستطاع منهم من الشركات المدرجة في السوق الرئيسي الى الروت شوز اللي نعملها في الولايات المتحدة الأمريكية والى بريطانيا وكذلك الى الخليج وكذلك في الكوربريت دايز اللي احنا نقيمها. فقاعد نسوي حملات ترويجية وبنفس الوقت راح نطرح منتجات ويعني نحاول جاهدين ان شاء الله يعني نقدر نحصل اكبر عدد منهم انه يعني يقدر يحظى في هذا الاهتمام الدولي. وحضرتك ذكرت ان هذه الجولات الترويجية كان لها دور في ساهمت فيما شهدناه اليوم. صحيح، وبينت لنا بعض الفوارق اللي ما كانت موجودة في السوق عندنا. اليوم احنا يعني الخدمات اللي قاعد نقدمها والمنتجات يعني قد تكون سابقة لمنافسين الأشقاء في المنطقة، وهذا الشيء يدفعنا إلى المزيد من التعديلات والمزيد من طرح المنتجات. احنا قاعد نحاول قدر المستطاع أن نوافق ما بين طلبات المستثمرين الأجانب والطلبات في المؤسسات والأفراد المحليين. فدائما المنتج لما ينزل أو الخدمة لما تقدم يكون لها نوع من التكييف لتكون موائمة للمستثمر أيضا المحلي. هناك أيضا استحقاقات أخرى تنتظر البورصة، نتكلم عن الاكتتاب بخصوص الخصخصة، حتى ذكرت بعض الاستحقاقات القادمة. إن شاء الله احنا شغالين يعني على قدم وساق مع الأخوان في الهيئة أساس ننجز الاكتتاب للمواطنين الكرام على حصة 50% المتبقية من أسهم شركة بورصة الكويت، وبذلك تكون إن شاء الله عملية الخصخصة تم إنجازها، ومن بعدها إن شاء الله بفترة ستحدد لاحقا يأتي موضوع إدراج شركة بورصة الكويت في البورصة إن شاء الله. إن شاء الله. حياتك كيف ترى هذه الخصخصة وكنا نتحدث عن إيجابياتها قبل اللقاء، وماذا ننتظر خلال الفترة القادمة خاصة أن هناك بعض الخطوات التي اتخذت على سبيل المثال خفض رسوم الشركات في بورصة الكويت؟ الحمد لله الفريق الفائز والتحالف يملك من الخبرة والمعرفة في السوق. اليوم مجلس إدارة شركة بورصة الكويت يزخر بالكثير من الفنيات والخبرة في عملية تطوير السوق، فأنا متفائل جدا إن شاء الله أن في القريب العاجل وبالمستقبل المتوسط والبعيد أن إن شاء الله المتداولين والمتعاملين سيرون ما هو أفضل لبورصة الكويت. بعد الإدراك في مؤشر MSCI وقبلها في مؤشر فوتسي، وهذا هو الدور التي قامت به الجهات الرقابية وإدارة البورصة، ما هو الذي يجب أن تقوم به الشركات في المرحلة القادمة لكي يكون هذا الاستحقاق مجزي وأن يكون نستطيع أن نحصل على المزيد من الإيجابيات منه؟
في الأمر إحنا دائما لو تلاحظين من خلال التعديلات اللي عملناها السنتين الماضيات ركزنا على موضوع الترانسبيرنسي أو الشفافية. مهم جدا أن يكون هناك يعني شفافية لعمليات الإفصاح وكذلك التواصل مع الانفسترز بشكل عام, انفسترز ريليشن فانكشن. وكذلك أيضا عندنا موضوع اللي هو الترويج للقصة. كثير من الشركات موجود لديها قصة جميلة جدا ولكن تحتاج إلى يعني خلينا نقول الانجيجمنت اللي يحصل مع العالم الخارجي وحتى العالم يعني الإقليمي والمستثمر المحلي بشكل عام. بالنسبة للاكتتاب على البورصة حياتك في تاريخ محدد؟ لا, احنا الآن شغالين مع الإخوان في الهيئة ونتأمل إن شاء الله أن ننجزها في أسرع وقت ممكن إذا الله سهل. وما زلنا في بورصة الكويت والمزيد من الأخبار, حيث تم الإعلان عن ترتيب صفقة تمويل لشركة ألافكو لتأجير وشراء الطائرات بقيمة 470 مليون دولار. شارك فيها عدة بنوك من بينها فرع البنك الأهلي بمركز دبي العالمي وبنك HSBC, كما قاد بنك وربا الشق الإسلامي من الصفقة. وقد تحدثنا مع الرئيس التنفيذي لبنك وربا عن الصفقة علما بأن وربا شارك في عام 2017 في صفقة تمويل لشركة ألافكو بقيمة 300 مليون دولار. طبعاً هذه ما في شك تميز بنك وربا في هذا النوع من الصفقات. ما زال عندنا يعني صفقات متميزة راح إن شاء الله نعلن عنها في وقته, لكن اليوم أنجزنا صفقة تمويل 470 مليون دولار أمريكي لشركة ألافكو. شركة ألافكو من الشركات المتميزة في السوق الكويتي, وإن شاء الله راح كذلك يستمر بنك وربا في خلينا نقول صفقات الانفستمنت بانكينج متميزة وجديدة بالسوق الكويتي. من معكم في هذه الصفقة وما هي مدتها؟ طبعا معنا بنوك حقيقة في المنطقة لأول مرة, أن بنوك لألافكو خاصة تشاركنا بنوك في المنطقة ومو بالكويت. مدة يعني الصفقة هي مدتها اعتقد 5 سنوات. طبعا الصفقة الماضية كانت 3 سنوات في 2017 تنتهي 2020. نعم, هال 5 سنوات ان شاء الله جديدة راح تغطي احتياجات الشركة. ايضا وربا كان لديها محاولات للاستحواذ على حصة في كميفيك وكان قبل ذلك حصة في جلوبل, فيبدو ان هناك استراتيجية ما. طبعا احنا بنك وربا ينطلق من أهمية زيادة إيرادات الرسوم, ونعتقد الأسيت مانجمنت راح تضيف لبنك وربا وتستكمل منظومة بنك وربا. لذلك بنك وربا حريص أنه يطور أعمال الأسيت مانجمنت وإدارة المحافظ وإدارة الأصول نيابة عن عملائه لما لها من يعني خلينا نقول عوائد متوقعة من ناحية الرسوم, واللي إن شاء الله راح تساعد بنك وربا على استكمال نموه في نمو أرباح المرحلة. هذه خطوة إلى جانب في وربا كابيتال. هي راح تكون يعني كأنها وربا كابيتال إذا كانت تحققت, بس أنتم مثل ما أنتم عارفين البنك المركزي لم يوافق على الصفقة. فبنك وربا حسب ما هو معروف أن لديه 5 رخص تم الموافقة مبدئيا من هيئة أسواق المال, فراح نبدي إن شاء الله الكابابيلتي انترنالي وراح نبدي بالأسيت مانجمنت إن شاء الله وطرح منتجات بالسوق الكويتي. ما هو سبب رفض البنك المركزي؟ والله عنده يعني مبررات شروط عنده مبررات البنك المركزي, نحترم القرار وراح نطبقه إن شاء الله. بالنسبة لنتائج بنك وربا, أنتم حققتم أكثر من 30% نمو في الربع الأول, 32% 3.8 مليون دينار إذا يحضرني الرقم. توقعاتنا للربع القادم وحتى نهاية العام؟ والله إحنا نعتقد أنه راح نستمر بنفس نسب النمو وبقوة إن شاء الله, وراح تستمر إن شاء الله نمونا سواء كان محفظة التمويلية أو الأرباح إن شاء الله. كون بنك وربا وبنك جديد وبنك صغير نوعا ما, هذه ميزة أم liability؟ والله طبعا ما في شك الاثنين, لكن أشوف مزاياها أكبر من كونها liability. مزاياها أن بنك وربا قادر أن يتحرك بسرعة, قادر أن يطرح منتجات جديدة, والحمد لله أثبت بنك وربا يعني ذلك خلال السنوات الفائتة. بعد الفاصل, البنوك تتنافس على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة, كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة.
بكم. نشهد شبه يوميا إعلانات من قبل البنوك عن تقديم خدمات مصرفية متطورة ومبتكرة في محاولة لكسر المنافسة القادمة من كيانات تستخدم تطبيقات تقدم فيها خدمات مصرفية ولكنها ليست مصنفة كبنوك. البنوك لديها إمكانات هائلة، ولكن هذه الشركات لديها قدرة أكبر للوصول إلى المستهلك. تتسابق البنوك الكويتية لتبني كل ما هو جديد وحديث من تقنيات تسهل العميل تعاملاته المصرفية. فشاهدنا الصراف الآلي والسحب والتحويل عن طريق البطاقة الشخصية وتحويل الأموال من خلال بوابات الدفع الفورية، إضافة إلى مختلف المعاملات التي تتم عن طريق الهاتف النقال أو الحاسب الشخصي. تغيير من طريقة العمل في البنك لتعتمد بشكل رئيسي على الابتكار، ومن هنا أتت فكرة الواتين، هو عبارة عن المصنع الرقمي. بالنسبة لبنك وربا هو المحول أو المحرك نحو المستقبل، هو المنصة التي يعمل من خلالها مجموعة كبيرة من التقنيين بطرق غير تقليدية مع عملائنا لإنجاز وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم. هذه الخدمة تسمح في لعملائنا أنهم يستخدمون بطاقة ماستر كارد من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف النقال من غير استخدام البطاقة البلاستيكية. الجهاز هذا عبارة عن يؤدي وظيفة التيلر اللي موجود أو الصراف اللي موجود في الفرع، خلاله يتمكن العميل من رؤية موظف الخدمة والتفاعل معه عن طريق الصوت والصورة. بدال ما العميل راح يدخل الكرت في جهاز السحب الآلي بالطريقة التقليدية القديمة، راح مجرد يمرر الكرت هني على الجهاز ويحط الرقم السري ويسحب. هذه تقريبا فيها نص الوقت، توفير في الوقت وأسلم وأمن حق العميل. ومساعي البنوك إلى تطوير خدماتها لا ينبع فقط من رغبة في تحسينها، ولكن تأتي من أجل استباق المنافسة من قبل كيانات غير مصرفية تقدم خدمات بنكية من خلال تطبيقات أكثر سهولة وقدرة على الوصول إلى المستخدم. وقد شهد الاستثمار في التقنيات المالية نموا هائلا، حيث وصل حجم هذه الاستثمارات عالميا إلى 120 مليار دولار في عام 2018 مقارنة ب 9 مليارات فقط في عام 2012، أي بنسبة نمو سنوي تبلغ 50%. الفنتك هو عبارة عن كل عمليات اللي ممكن يقوم فيها أو يحتاج إليها المستهلك من المصرف أو من شركة تأمين أو أي مقدم خدمات مالية عن طريق أبليكيشن، بحيث أنها واحد تسهل عملية التعامل، اثنين تقلل من التكلفة، ثلاثة تكون في هناك كفاءة أكبر في تقديم الخدمات. وهذا طبعا مطلب كبير بالنسبة للمستهلكين، خصوصا في تشعب الحياة في الوقت الحالي. وثبت هذه المنافسة في صالح المستهلك الذي استفاد من أفكار إبداعية جديدة ومحاولات لجذبه. وقد شاهدنا خلال الأونة الأخيرة العديد من الابتكارات، آخرها القدرة على عمل جمعية الشكل التقليدي الشعبي للتمويل من خلال تطبيق البنك. طبعا احنا من عاداتنا وتقاليدنا في يعني مختلف الدول العربية عملية الجمعية، واحنا عارفين طبعا يعني كمية التعب والمعاناة التي يتحملها منشئ الجمعية من متابعة الأفراد لتحصيل الأموال وإلى آخره. فطبعا طلعنا بفكرة في بنك وربا، لماذا لا نحول هذه الجمعية إلى يعني خدمة رقمية بالكامل. هو عبارة عن تحويل عادة مجتمعية إلى من صورتها بالشكل الطبيعي إلى صورة رقمية، وإن شاء الله عملائنا لما يعني يجربوا الخدمة هاي راح يستمتعوا فيها وراح يحسوا بقديش راح تريحهم إن شاء الله من التعب والمعاناة في تحصيل أموال الجمعية. وترى المصارف إنه على الرغم من إمكاناتها الأكبر إلا أنها تظل مكبلة بقوانين ولوائح تمنح الكيانات الأخرى ميزة تنافسية، مما يضع على عاتق البنوك المركزية مسؤولية إيجاد التوازن المطلوب الذي لا يعرقل التقدم التقني وفي نفس الوقت لا يكبل قدرة المصارف على المنافسة. الجهات الرقابية مثل ما قلت لكم لازم يكون حصيف، لكن في ذات الوقت لازم يكون مرن ومتطور ويواكب التطورات، وبالتالي لازم يكون أجايل وفيجيلنت at the same time. إذا كانت المنافسة تأتي من خارج القطاع المصرفي أهلا وسهلا فيها، لابد فقط تطبق عليها نفس التشريعات اللي تطبق على القطاع المصرفي ما دامت هي تقدم خدمة مصرفية. لكن بيصير غير متساوي، الرقابة غير متساوية، سيكون عندهم ميزات
أحسن عن القطاع المصرفي، ونحن بالطريقة هاي نضعف القطاع المصرفي في بلدنا، وهذه الأدوات المصرفية ستأتي من الخارج وليس من الداخل الدول العربية والإسلامية. أنا أعتقد اللي حامل البنوك لغاية الآن الريجوليترز، لغاية الآن موضوع الـ AML Money Laundering، الـ Know Your Customer، الـ التيروريزم، مش عارف كل هالريجوليشن اللي حاطينها البنوك هي اللي حامية البنوك، لكن لو يترك المجال الآن مفتوح أنا أعتقد البنوك راح تخسر خسارة. والأكيد أننا سنرى خلال الفترة القادمة الكثير من الاستثمارات في التقنيات المالية والاستحواذات أو الشراكات مع الكيانات أو التطبيقات المالية. افتتحت الكويت العام الماضي المرحلة الأولى من المطار الجديد والذي خصص للخطوط الجوية الكويتية التي كانت قد قامت بإعادة هيكلة لأسطولها لتغير الكثير من منظومة قطاع الطيران في الكويت. ينشط موسم السفر في الكويت خلال هذه الفترة مع الأجازات الصيفية وانتهاء العام الدراسي، ولقد شهد هذا القطاع تطورا هائلا مع افتتاح المرحلة الأولى من المطار الجديد والمصمم على استقبال 25 مليون راكبا سنويا عند الانتهاء منه، وتبلغ كلفته 4.3 مليار دولار. سوف يكون مبنى مطار الكويت الجديد أيقونة حيث سيفخر به كل مواطن كويتي. سيضم 51 بوابة بتصاميم جذابة ومساحته أكثر من 700 ألف متر مربع، ونحن متحمسون لكوننا جزء من هذا الحدث. النهاردة في الكويت أربع مطارات موجودين حالياً، اللي هو تي 1 ده المطار للشركات الأجنبية، التي 4 بالنسبة لدي الخطوط الجوية الكويتية فقط، ومطار الجزيرة ومطار الشيخ سعد. فهناك اهتمام كبير جداً بتطوير حركة المطارات والبنية التحتية للمطارات والبنية التحتية بالنسبة للسياحة بوجه عام داخل دولة الكويت. وإلى جانب سفر العائلات الكويتية في عطلة الصيف، تشهد هذه الفترة عودة الوافدين البالغ عددهم نحو 3 ملايين إلى بلادهم لزيارة الأهل، مما يشكل كثافة كبيرة في حركة السفر وارتفاعاً في أسعار التذاكر التي يتم حجزها أشهر قبل موعد السفر لضمان توفرها ورخص سعرها. يعني ممكن 50-60-30 الناس لو تطلع وتدفع يعني. وانت بتحجزها بدري ولا؟ بحجزها بدري قبلها ما سافر بشهر بشهرين كده يعني. طبعا هي من المدرسين دي لازم نحجزها بدري عشان نسافر مدرسين من الدنيا دي يعني. فما تبقى موسمها هي التسافر تبقى غالية شوية. كل ايه اوقات يعني، فاوقات غالية مرتفعة واوقات يعني حسب الصيف والشتاء والاجازات الاعياد. انت اخدتها بكام؟ اخدتها 65. ده رايح بس؟ ما بنزلش، انا ما اقدرش انزل كل سنه، ما اقدرش عشان اقدر ان انا انزل كل سنه مش هعرف، ما اقدرش ان انا يبقى معايا المبلغ ده. بنزل كل قد ايه؟ بنزل كل سنتين، ساعات ممكن ثلاثه كمان يعني. انا نازل استناد الاجازه ديت، ولادي بقالهم 3 سنوات ما نزلوش. ومن العوامل الجديدة التي أثرت على حركة السفر عودة الخطوط الجوية الكويتية بقوة إلى الساحة بعد تجديد أسطولها، وكانت الشركة قد حققت خلال عام 2018 إيرادات بقيمة مليار دولار، وأعلنت أن مبيعات التذاكر زادت نحو 14% العام الماضي. النهاردة الكويتية في تطوير مستمر، من حيث النهاردة في تطوير في المطار، إنشاء مطار خاص بالكويتية، تحديث الأسطول، اكتمل تحديث الأسطول من الطائرات البوينغ، وفي انتظار صفقة الإرباص في شهر 10 أو 11 اللي جايين السنة دي إن شاء الله بإذن الله. فالكويتية في تحديث في جميع الإدارات، في الموظفين، في قطاع الشحن، في جميع القطاعات، إن الكويتية بتنهض نهوض كبير في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. ومن المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين من مطارات الكويت هذا العام نحو 14 مليون مسافر مقارنة ب 11 مليون العام الماضي. يستقطب المطار الجديد المخصص للخطوط الجوية الكويتية أكثر من 4 ملايين منها. من بورصة الكويت التي كانت هي نجم هذا الأسبوع في الكويت، نختم هذه الحلقة من برنامج عين على الكويت، ونبارك للكويت مرة أخرى انضمام بورصتها إلى مؤشر MSCI. نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكويت. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز
كلمة ثقة.